على خشبة مسرح مدرج كلية الحقوق بمدينة الحسكة، أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بالتعاون مع فرع جامعة الفرات ومديرية التربية العمل المسرحي قامات السنديان احتفاء بعيد الجيش العربي السوري. قامات السنديان يعني العمل هو يحكي عن سيرورة البطولة بالنسبة للجيش العربي السوري انطلاقا من معركة ميسلون إلى اليوم، نمر بمجموعة من الجوانب المضيئة في تاريخ هذا الجيش وصولا إلى محاربة الإرهاب التي تتم اليوم، لنقول بأن هذا الجيش يعني يشكل رمز للانتصار، رمز للمقاومة، وهو بشكل أو بآخر هو يعبر عن صوت هذا الشعب المقاوم. عضو قيادة فرع الاتحاد الوطني للطلبة لورين عبد الله أكدت أن العمل رسالة محبة وفخر من طلبة المحافظة لجيشنا البطل الذي يسطر كل يوم أروع ملاحم الفداء والبطولة. نشاطنا كان هو عن عيد الجيش، عبارة عن مجموعة طلاب من كلية الحقوق أحبوا يشتغلوا شيء ويقدموه للوطن ليساعدوا هن كمان بإعمار هالبلد من خلال إيصال رسالة أنه نحن باقيين ولساتنا موجودين قادرين نشتغل على حالنا وعلى الوطن كمان. قدمنا عمل مسرحي وإظهار بطولات الجيش العربي السوري، ولولا وجود الجيش العربي السوري لما كنا اليوم في هذا المكان. حبينا نهديهم هاي المسرحية اللي تعبر عن بطولاتهم على مر الأحقاب التاريخية، بداية من معركة ميسلون ثم إلى نكسة حزيران ثم إلى الدفاع عن لبنان ثم إلى حرب تشرين التحريرية، والآن في هذا الوقت الدفاع عن سوريا في وجه الإرهاب. العرض المسرحي الذي شارك فيه عدد من طلبة كلية الحقوق هو نتاج ورشة عمل إعداد ممثل التي تم تنفيذها مؤخرا ما بين المسرح القومي وفرع اتحاد الطلبة، وتم تتويجها بتقديم عرض قامات السنديان الذي يصور مسيرة البطولة التي رسخها الجيش العربي السوري منذ معركة ميسلون وإلى اليوم الحاضر. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.